لا تزال الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا تؤثر سلبا على الأسواق الدولية، إذا ارتفع مؤشر مخاطر الدين السيادي لتونس بنقطتين وفق الأستاذ الجامعي في الاقتصاد فتحي النوري، الذي قال إن الارتفاع في مؤشر المخاطر هو رد فعل جد منتظر من أسواق رأس المال العالمية بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الباعث على الانشغال بالبلاد في الأشهر الأخيرة، وفي ظل الصعوبات الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية الحالية وعدم وضوح الرؤية السياسية. الأستاذ في الاقتصاد فتحي النوري شدد أيضا على ضرورة تقديم تصورات لحلول حقيقية على وجه السرعة لضمان انعاش اقتصاد البلاد، ودعا إلى ضرورة المضي قدما باتجاه التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، دعوة قد لا تجد صدى لها وفق وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التي قالت في بيان لها أمس إن الإجراءات الاستثنائية التي قررها رئيس الجمهورية ستقلل من استعداد الشركاء الغربيين لدعم تونس، وأن فشل التفاوض مع صندوق النقد الدولي سيؤدي إلى استمرار الاعتماد الشديد على التمويل الداخلي وسيزيد من الضغوط على السيولة الدولية. هذا ويذكر أن صندوق النقد الدولي اشترط توفر الاستقرار السياسي وتوافقا بين جميع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية، مع الالتزام بتنفيذ جملة من الإصلاحات، وذلك أثناء مباحثات مع الحكومة التونسية في شهر مايو الفائت. كما أن تونس بحاجة إلى تعبئة قروض إضافية بقيمة 18.7 مليار دينار، وأن مستحقات الدين العمومي بلغت 16.3 مليار دينار.